تقنية المحاضرة دائما نعتمد على في حساباتنا على الثيتا بالبول الصغير. هاي ملاحظة مهمة جدا، تعتمد ثيتا في البول الصغير دائما وأبدا، تعتمد ثيتا في حساباتنا في البول الصغير اللي هو الدرايفر دائما وأبدا. فشوف هون من أرسم الفريوي دايجرام، هذا الجزء راح يكون التايت سايد تنشن يعني اتجاه الدوران بهالاتجاه، وهذا السلاك سايد تنشن. هذا الرسم مهم جدا طبعا. هسه أجي أشوف الإفكت أوف سنترفيوجال تنشن. أخوان أكو عندي فد ملاحظة مهمة، إنه إذا أنظر إلى هذا البولي راح أشوف كتلة البلت تحاول تبتعد عن سنتر الدوران، تبتعد عن سنتر الدوران حسب قانون القوة الطاردة المركزية. فهنا إذا ذكرت إخوان، إذا ذكرت أي ملاحظة أو العفو إذا ما ذكرت أي شيء عن كتلة البلت، فراح يكون السنترفيوجال تنشن تأثير يعني ما يسمى بالقوة الطاردة المركزية يكون مهمل ما نذكر. لكن إذا ذكرت لك إنه كانت كتلة البلت كذا أو كانت كثافة البلت كذا أو أي شيء بدلالة على موضوع كتلة أو كثافة البلت، فلازم تأخذ نظر اعتبار هو السنترفيوجال أكشن. فعلى سبيل المثال عندي الأف يساوي لي 2 تي سي في دي ثيتا على 2 طبعا من تحليل القوة، والسنترفيوجال فورس إذا تذكرونها في موضوع الدايناميك هي ام في سكوير على ار، وقيمة الاس او يعني الجزء اللي يحصل البلت مع الـ مع الـ مع البولي هي نسميها اس يساوي ار في الثيتا. اذا اخذنا بنظر اعتبار انه البلت الى ماس، بالمناسبة كتلة الماس كتلة البلت دائما تقاس بوحدات الكيلوغرام لكل متر، فيجب ان اضرب في طول البلت حتى اطلع الكتلة بوحدات الكيلوغرام. وبنفس الطريقة هسه راح ابدي اعوض هاي القانونية يعني اعوض بيناتهم، راح يطلع لي ام ار في دي ثيتا دي سكور على ار يساوي تي سي في دي ثيتا. هذا نفسه هذا بدلت بدل هاي الاف بما يساويها، ابسط هذا ابسطه وراح يطلع لي تي سي اللي هو سنترفيوجال تنشن يساوي الام في سكوير. وهذا حقيقة عندما تكون البور ترانسميتد القدرة المنتقلة قدرة اعتيادية، اما اذا كانت ماكسيموم بور ترانسميتد فراح يتحول التي سي الى ثلث تي 1 على 3 تي 1. وهذا مهم جدا ارجو اثبات انه التي سي عند الماكسيمم باور ترانسميتد يساوي لثلث تي 1. وهذا الشكل امام حضراتكم تحليل للقوة اللي حكينا عليها قبل شوي. اذا ما ذكرنا بالقانون قيمة السنترفيوجال تنشن فيهمل، واذا ذكرنا فراح يتحول القانون اللي اشتقناه قبل شوي تي 1 على تي 2 يساوي اي اس ميو ثيتا، راح يتحول الى تي 1 ناقص تي سي على تي 2 ناقص تي سي يساوي اي اس ميو ثيتا. هذا القانون مهم جدا، انتبه اخوان اذا قلت لك انه اخذ بنظر اعتبار السنترفيوجال تنشن او لا، اذا قلت لك اخذ بنظر اعتبار تطرحه من البسط والمقام، واذا ما ذكرته تتركه وتعتبره مهمل. فهنا راح قانون الباور ايضا اذا ذكرت لك انه كتله الماس كتله البلت او الماس مالت البلت فراح تاخذ نوع اعتبار قيمه التي سي، فتنطرح من قبل شوية كان القانون ماكو هنا عندي تي سي، كان تي 1 مضروبة في هذا القوس فتأخذها بنظر الاعتبار. هذا اشتقاق بسيط قبل شوية حكيت عليه انه اذا كانت البور ترانسميتد ماكسيمم باور ترانسميتد فراح يتحول الى قيمة التي سي يساوي ثلث تي 1. هذا مهم جدا 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 في حساباتنا في موضوع البلت. الانيشال تنشن اخوان احنا بالبدايه من نربط المنظومه الميكانيكيه ونخلي لها بلت على البوليات اثنين، اكيد راح يكون الشد يعني بدون حركه دوران الماطور راح يكون عندي الشد بالجهه اليمين يساوي للشد بجهه اليسار، ما يسمى بالتي نوت الانيشال تنشن. فحقيقه الانيشال تنشن هو ما يضاف من شد على تي 1 وما يقل من شد على تي 2 أقسم على 2 يطلع لي قيمة الانيشال تنشن. فالتي نوت هو تي 1 زائد تي 2 على 2، وذكرنا هو تي 1 أكبر دائما من تي 2. أخوان أنا أفترض أنه أنت في موضوع الديزاين درست الجير ديزاين، فكل ما ينطبق على الجير ديزاين في الدايناميك يعني ديناميكية الجير ديزاين على ينطبق على البلت. فمثلا N2 على N1 عدد دورات البلت الثاني على عدد دورات البولي الثاني يساوي لدايميتر الأول على دايميتر الثاني. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار سمك البلت فراح يكون N2 على N1 يساوي D1 على انتبه العلاقة عكسية زائد T1 هو سمك البلت. وهكذا فيما يسمى بالكومباوند بلت درايف، من يكون عندي عدة يعني أحسب السرعة مال هذا بدلالة السرعة مال هذا، فأجي ما يسمى بالجير ترين وهنا نسميه البلت كومباوند ستراكشر.
The length of the belt اخوان موضوع سهل جدا كيفية احتساب طول البلت اجي بالحقيقة انا عندي هذا هنا اعتبره نصف محيط وهذا اعتبره نصف محيط اجمعهم لان القطر هذا منطقية هذا القطر وهذا القطر بدلالة R او D تبقى بس هذا الجزء اطبق مثلثات من يعني جر خط مستقيم وعندي قيمة الزاوية هي الفا وعندي هاي المسافة اللي هي سنتر بسنتر هاي الاكس معروفة اقدر احسب قيمة هذا الضلع فصار عندي هذا الضلع زائد نصف محيط زائد هذا الضلع زائد نصف محيط احصل على طول البلت طول البلت احتاجه عندما ينطيني الكتلة الكتلة تقاسم وحدات الكيلوغرام لكل متر وعليه اضربها بطول البلت هذا ممكن تشتقه بسيط حتى تحسب الكتلة الكلية هناك طريقة اخرى لربط البلت ما يسمى بالكروس يعني ايضا راح عندي هاي المسافة يعني هاي النصف محيط وهاي المسافة عندي سنتر سنتر اجي اطبق مثلثات هنا اقدر احسب طول هاي القطعة وطول هاي القطعة ونصف محيط وطول هاي القطعة وطول هذه القطعة ونصف محيط وبالتالي احصل على البلت درايف حسب هاي العلاقة اكو مرات يحدث عندي انزلاق بالبلت اسميه اس فاذا ما ذكرت لك بالسؤال اترك الموضوع السليب او الانزلاق واذا ذكرت لك فلازم تاخذ نظر الاعتبار راح يدخل هنا تصير معادلة الحركة N2 على N1 يساوي D1 على D2 في 1 ناقص S1 زائد S2 الانزلاق بالبولي الأول زائد الانزلاق بالبولي الثاني على 100 وهذا أيضا أنا افترضه مر عليكم سابقا في, 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 في مرحلة سابقة الموضوع الثاني لجروف بيلت راح ناخذه في محاضرة ثانية وإلى هنا انتهت محاضرة اليوم راح أوافيكم بمثال محلول على هذا الموضوع وجزيل الشكر